عاشت الرئيسة! عاشت الرئيسة! عاشت الرئيسة! عاشت الرئيسة! عاشت الكبيرة! عاشت الكبيرة! عاشت الكبيرة! عاشت الكبيرة! عاشت جلالة الملكة! عاشت جلالة الملكة! عاشت جلالة الملكة! عاشت جلالة الملكة! أبنائي وبناتي، أنا من غيركم مسواش بصلة. أنا بحبكم وأنتوا بتحبوني، عشان كده لازم أحافظ عليكم. وإذا كنت كبيرة ولا رئيسة ولا حتى ملكة فبسببكم. والراجل ده، الراجل الكبير، أبشركم بوجوده في حياتنا، الأستاذ عصام برهان المحامي اللي عمل معجزة وخرجكم. عاش الأستاذ برهان! عاش الأستاذ برهان! وعاش الأستاذ برهان! عاش الأستاذ برهان! الحمد لله والشكر لله، بفضل ربنا والأستاذ برهان المحامي قدر يتوصل لاتفاقية سلام بيننا وبين الحكومة. عاشت الكبيرة! عاشت الكبيرة! وعاش الأستاذ برهان! وعاش الأستاذ برهان! عايز أقول كمان إن في منكم أبطال وفدائيين مستعدين يضحوا بكل حاجة، بالغالي وبالرخيص، عشاني. زي البطل علي النمس. انت فين يا علي؟ خدامك يا رئيسة. اتعورت جامد يا ولا؟ الله وكيل زي الفل. دي لعبتنا وياما خدنا دروس فيها. اسمعوا بقى الخبر السعيد. انا نويت اكمل نص ديني. نويت اتجوز. يا ملكة، ربنا يتممنك على خير. مين الملك يا ملكة؟ واحد منكم، بس مش انت يا روح امك. انا طبعا هجيب لكم ملك منكم فيكم. انا مش واطي عشان اجيب لكم واحد غريب. وما تقلقوش، كل حاجة هتعرفوها في اوانها ووقتها. مبروك يا ملكة. الله ربيع يا حلواني. يا ربيع يا حلواني. ما توحدوا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والآية دي لمين فينا يا مولانا؟ للراجل اللي افترى على بنتنا، ولا للبنت المقهورة المسكينة اللي أهلها أحسنوا تربيتها؟ الآية دي للجميع يا ست سميحة، يا موجودة للتقوى والإصلاح والصلاح. انت ست حكيمة ورشيدة. والله بنتي ما طلقتش نفسها، وبعدين لو كان جوازهم طول شوية كان إيه اللي حصل؟ مالوش لازمة الكلام دلوقتي يا مولانا. حضرتك كنت موجود في الأول، وكويس برضو أنك تبقى موجود في الآخر. يا عم ربيع، إحنا مستعجلين ليه؟ إحنا مستعجلين للآخر ليه؟ لا أول ولا آخر. حسب ما سمعت من معتمد، الطلاق ما حصلش. معتمد ده مالوش كلمة عشان حد يصدق كلامه. لا إله إلا الله يا ست سميحة، أنت كده بتهيني جوز بنتك وفي بيتك. وهو ما هانش بنتي لما تردى في انصاص الليالي. هي دي شوية
يا شيخ فتحي قدرها زي ما بتقدر دقنك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. دراية ست أم عاطف، اعملي لي اعتبار. اعتبارك محفوظ وعلى الراس من فوق يا مولانا. طيب إيه رأيكم بقى إننا راية تكون في القعدة دي نوارة؟ أيوة هو ده بقى كلام، عن إذنكم. اتفضلي. دراية ربيع، هو حكايتك؟ هو عاطف ابنك ده طالب في الجامعة ولا بيشتغل معاك ولا الأيام دي يعني شغال في توا؟ ما قالكش على اللي عمله؟ قال لي. وإيه رأيك فيه؟ أنا مبسوط. الله، ده أنت بايع بقى. اللي تشوفه يا مولانا. يا سيدي إذا كنت أنت بايع إحنا لا يمكن نبيع. تعالي يا بنتي. أهلا 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 ست العرايس، زيك يا نوارة. الله بقى كده يا نوارة، الشيطان يضحك عليكم ويخش الشقة بتاعتكم ويبرطع؟ أيوة يا سيدنا الشيخ. أنا حسب ما سمعت من معتمد إن هو رمى عليك يمين طلاق بالتلاتة لو خرجت من باب الشقة ما ترجعهاش تاني، مش ده اللي حصل ولا في كلام تاني؟ حصل يا مولانا وخرجت من الشقة. الحمد لله. كده يبقى مفيش طلاق حصل. مفيش طلاق حصل؟ إزاي يا مولانا؟ في هذه الحالة يا ست سميحة يقع الطلاق عندما ترجع نوارة مرة أخرى إلى بيت الزوجية، وطالما ده ما حصلش يبقى هي لسه على ذمته ومراته. الله يفتح عليك يا مولانا. إيه ده؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا فاهمة يا أم. سيدنا الشيخ يقصد إن الشقة دي بقت محرمة عليا، صح؟ مظبوط يا بنتي مظبوط. يعني أنت كده هتسكني في شقة جديدة؟ وبلد جديدة كمان بإذن واحد أحد. بنتكو هتطلع من بيتكو هنا على الطيارة على السعودية عدل إن شاء الله، وبإذن الله لما ترجع يبقى لها بيت جديد وشقة جديدة. بس أنا مش عايزة أسافر السعودية. أنت كده يا بنتي تبقي بتخالفي شرع ربنا، والست المسلمة لازم تكون طوع لجوزها. وإذا قلت لأ؟ في الحالة دي الكلام مش عندي أنا، يتكلم معتمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هسافر ومش هطلق. الله، ده احنا كده دخلنا في موال ملوش آخر.